السلام عليكم خاتنا، انا رجعنا من جديد، غير دخلنا ضرب اللايف، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم خاتنا، مرحبا بك مخاتنا. دورو بينا حوايج بوتي، دورو بيا حوايج بيتي، دورو بيا حوايج بيتي. اللي يدخل يبارطاجي خاتنا ويفضلكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله. بارطاجيو لنا اللايف خاتنا، ربي يحفظكم. بارطاجيو لنا اللايف، بارطاجيو لنا اللايف من فضلكم. بارتاج 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 ساين لايف اوت نوري خن لا ليسي بارتاجيونا اللايف خاوتنا ربي يحفظكم. لا اله الا الله محمد رسول الله، غير دخل ضرب اللايف سبحان الله العلي العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله، كون جيت نبيع مخدرات ما يصراش هكذا. مرحبا بكم خاوتنا، مرحبا بكم. بارتاجيونا اللايف خاوتنا، بارطاجيو لنا اللايف، ديرو لنا بارطاج، يتلمو خاوتنا يبداو اللايف تاعنا ان شاء الله. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. سيدي لا اله الا الله محمد رسول الله. سمعت قالوا لي زادو قتلوا واحد في واتسوف، قتله شرطي. لا اله الا الله محمد رسول الله. درك مكاينش حل. درك هما ماشيين في واحد المخطط، ماشيين فيه المخطط هذا، ماشيين فيه يا اما يكسروا الشعب، يكسروه ديريكت، مزيدش يهضر كاع، يولي يقتلوا العباد قدام، يقتلوا له خوه، يقتلوا له باباه، يقتلوا له مو، ما يهضرش. علاه؟ يكسروا له الشخصيه تاعو كاع، يمسحوا له الكرامه. كيما في مصر نفس السيستم، ديجا قلتها لكم من قبل، الشعب يسكت يردوكم اكثر من مصر، وراح يردوكم اكثر من مصر مادام ساعتين، والله غير يردوكم اكثر من مصر، والله العظيم. غير شوف يعود يدخل لك للدار للدار للدار، مش يعني للدار، يتعداك على حرمه بيتك وانت تشوف، وما تقدرش تهضر وما تلقاش اللي يهضر، لا جيرانك يهضروا، لا ممكن حتى واحد يهضر. يردوكم هكذاك. هذيك الطريقه اللي راهم ماشيينكم ليها، هذه هما حاطينها في راسهم هكذا. صاي السلام عليكم ورحمه الله. انا وصلت للدار، وصلت واه. انا راني لايف، غير نكمل لايف نعيط باسكو ما لقيتش الكونيكسيون، قلت بالك. ايه داكور، ربي يحفظك خويا، تهلا في روحك. صح صح، وعليكم السلام. صح، ربي يحفظك. صح، السلام عليكم. السلام عليكم. لا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين. اللي قال يرحمكم الله نقول له يهديكم ويصلح بالكم. المهم خاوتنا، اما يردوكم، شوف هما ماشيين كيما هكا، دركم مراهنين على زوج حوايج، مراهنين على زوج حوايج، يهديكم ويصلح بالكم خونا حمزه. الى الشعب ناف، ثار يعني كيما نقولوا دار الفوضى، تسمى خلاص يخرجوا له الفوضى ديريكت، تسمى يحوزوا يخرجوا الشعب من السلميه تاعو، يخرجوا له الفوضى كان بها. ما كانش هم يكسروك، هي حاجه من الزوج، تسمى يا هك يا هك، هما مدايرينها كيما هك، يا هك يا هك، يا هك يا هك، يا يكسروا الشعب نهائيا، يعودوا يقتلوا في العباد، يدخلوا، قلت لك شوف، يعودوا يدخلوا لك للدار للدار للدار، يتعدوا لك على حرمة بيتك، على حرمة بيتك، وتسكت ما تهدرش ما تهدرش، ولا جيرانك راح يهضروا، ولا تلقى اي واحد يقول لك علاه داروا حاجه كيما. خلاص الانسان شوف، الانسان قابل لكل شيء، هذا الانسان اللي راك تشوف فيه قابل لكل شيء، قادر تردو بقرة، الإنسان هذا بالتدريج قادر تردو بقرة، وقادر تردو إنسان، وقادر تردو حيوان، وقادر تردو أغريسيف، وقادر تردو ديوث، على حسب البروغرام اللي يديره له الإنسان. راه تشارجيه بروغرام، تشارجيه يعني كيما نقولو حنا، كيما تربيه كيما تلقاه، كيما ولدك تربيه تلقاه، ما تربيهش تلقاه، كيفاش تتعامل معاه. هما درك راهم عازمين، يا اما يكسروا الشعب، يكسروا الشعب بهاد الاقتلال اللي راهم يديروا فيها الشرطه، والشرطه هادو راهم متعمدين حاجه كيما متعمدينها، مش قال لك يعني غلطه، والله مش غلطه، مش غلطه خاوتي، مش غلطه، راهم متعمدينها، راه خطه ممنهجه، خطه مدروسه، خطه مدروسه،
خطة مدروسة، صدق أو لا تصدق، هذه تاع قتل الشباب راها خطة مدروسة كما اللي داروها في فرنسا. خطة داروها، خطة سياسية، اللي ضرب جناح جناح، ضرب جناح، حزب ضرب حزب، مهم خطة ممنهجة وصحيح. في الجزائر راهم يطبقوا في نفس الشيء، في الجزائر راهم يطبقوا في نفس الشيء. دروك شوف الحوايج اللي راهم يديروهم، هما يقول لك نخرجوا الشعب من السلمية تاعو، الشعب يخرج من السلمية تاعو، وعندنا كما يقول لك عندنا ذريعة، عندنا حجة أمام الرأي الدولي. راه الشعب هز السلاح، راه الشعب قتل، راه الشعب قادرين هما من بعد يقتلوا الشرطة، يوليو يقتلوا في الشرطة، المخابرات تقتل الشرطة، تقتل الجنود كما قتلوا في التسعينات، كما مازالوا يديروا يقتلوا في الناس كيما هكا. ومن بعد يقول لك راها جماعات إرهابية، والشعب راه فيه، راها عاودة رجعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، راها عاودة رجعوا الإرهابيين، ويبدأ يختار عليك قصص ويطبقهم على أرض الواقع، واللي يقتلوا في الشعب عيني عينك تحت مسمى الإرهاب، مكافحة الإرهاب، كيما راها دير مصر في سيناء، يقتلوا في الناس عيني عينك، ويقول لك رانا نحاربوا في الإرهاب، وهم يقتلوا في الشعب المصري. ونطلعوا فيديوهات، راكم شفتوا الفيديوهات، مش محتاج ان نفسر لكم الامور هذه. هما درك راهم مراهنين على حاجه من زوج، يا اما يوصلوا الشعب لحاله تاع ثوران الاهوج والاعوج وتولي فوضى، وهما ماذا بهم، الشعب يقتل البوليس، والبوليس يقتل الشعب، والجدارم يقتل الشعب، وداخله في بعضها، وهما مستفادين من حاجه كيما هك، تخدم مصالحهم مليح، يزيدوا يحرقوا الدنيا كاع، يزيدوا يصبوا النار على الزيت، الزيت على النار باش يحرقوا الهبابه كاع، هما ماذا بهم يديروا حاجه كيما هك. واما يقول لك اذا الشعب ما هدرش ينكسر خلاص، يخضعوه نهائيا، يولي اي انسان يخاف على بوزلوف، يقول لك هم يقتلوني ولا يقتلوا لي ولادي، ولا يعاودوا يسكنوا له الرعب تاع التسعينات تاع القتيله، الخوف تاع القتيله، هم يقتلونا ولادنا، هم يقتلوا فينا، خلي برك اقعد برك، يبداو ها ها ها. فهذه هي اللي راهم قاعدين يديروا فيها دوك. الحل هو خروج الشعب كامل، مش يخرجوا 20 50 70 100 200، لا لا، تبسى طفل مسكين مات، هيثم ربي يرحمه، قتلوه وخرج هو في التصوير، يعني مش قال لك حكاوه هكا، هو في التصريح تاع الفيديو قاعد يهضر، ومن بعد خرج صحفي هضر، ومن بعد خرج جارو هضر، خرج صاحبه هضر، قال لك باللي قتلوه. العجيب ان تبسها، انا مش نقول لك تاع بارود وتاع سلاح، لا، احنا ما وصلناش لهذيك الحاجه، تبسها شحال فيها من نسمه، باش واحد مات يخرجوا 200 واحد برك، 200 واحد للشارع، اصدقاء برك، والباقيه ما همش معنيين بالامر، الباقيه اللي قاعدين في الديار وقاعدين في القهاوي، شعب رخيص لهالدرجه، رخصتوا لهالدرجه، ما رخص يعني الناس تموت قدامكم، انتم عادي عادي بالنسبة لكم عادي، والله سبب لنا، والله غير توما، مش النظام، انتم اوسخ من النظام، هذو اللي راهم قاعدين في ديارهم وجابدين رواحهم، زعما خاطر اختراسي برك، انتم اوسخ من النظام، لان النظام لو كان ما جيتوش انتم ما يقعدش هذا النظام، والله ما يقعد، انتم اول لبنة او اساس اكبر مساهم في بقاء هذا النظام، انتم اللي راكم حاكمين العصا من النص، جاب دير روحكم كاع، باش واحد يموت يقتلو بهذيك الطريقه، في تبسة ولا في وهران ولا في عين، ما يهمش، هو جزائري يبقى جزائري، جزائري تخرج 200 واحد نتبسة كامله من الجزائر كامله، لان هذاك هيثم نورمالمون، مش غير هذا تبسة اللي تخرج الجزائر كامله، تخرج واش راكم قاعدين ديروا؟ تقتلوا في ولاو يقتلوا في ولادنا عيني عينك، واش راكم قاعدين ديروا؟ علاش راكم تقتلوا في ولادنا؟ من قبلها قتلوا في عنابه، من قبلها في وهران، من قبلها في العاصمه، زادوا في وهران، ومن بعد زادوا في تبسه، وزادوا في تبسه، وورقله ما نساوهاش، ومن بعد واتسوف. زادوا في واد سوف، العجيب في واد سوف خرجوا على ما اظن واحد 20 ولا 25 واحد من واد سوف كاملة، تبسة نفس الشيء خرجت 200 واحد، 200 واحد من تبسة كاملة،
مش على قضية أن هذاك هيثم التبسي هو جزائري في آخر هو جزائري، هذا نورمال من الجزائر كاملة تنوض، نورمال من الجزائر كاملة تنوض، مش غير تبسا والله هذيك البلاصة، الجزائر كاملة تنوض، مسيرة بيضاء، الشعب كامل يخرج للزنق، واش راكم ديروا تقتلوا في ولادنا؟ يعني قتلوا من قبل في وهران، كي سكتوا الناس قتلوا في العاصمة، كي سكتوا الناس قتلوا الناس في عنابة، من بعد وين؟ من بعد راحوا تبسا قتلوا الناس، والناس ساكتين، من بعد زادوا كملوها ورقلة، من قبل كاع ورقلة، ومن بعد خلاص واتشوف، وضرب كل مرة في بلاصة يقتلوا العباد عادي جدا، يا يسكتوك باش تنكسر النهاية ما تزيدش تهضر كاع. الشعب كان برد لهذه الدرجة. لو تعجبني في المرخص والمشمت، نهار مات نائل ربي يرحمه قتل هذاك البوليسي تاع في فرنسا، خرجوا كامل يشاركوا على فمهم، كامل يشاركوا على فمهم، حتى من الجزائر الداخلي يعيطوا له بالتليفون يا محمد، الله يبارك فيكم والله لا شرفتونا والله، كيفاش هذا البوليسي في فرنسا بوليسي يقتل مواطن هكذا، يا ودرك في الجزائر هاو قاعد يقتل في مواطن هكذا برك، على ما نصتوش على ما درتوش؟ والله نائل جزائري وهيثم هو جزائري، نائل اللي في فرنسا بنادم انسان، وهذاك هيثم والله تاع واد سوف والاخرين ماهمش بنو ادمين، ما فهمش الروح، ما يتحسبوش مواطنين، مع ان هذوك هما اللي نورمالمون تنوض اكثر، لان اللي قتل نائل في فرنسا طلع نزل ماهوش مسلم، طلع نزل هو في فرنسا ماهوش في الجزائر الداخل، والله في دولة مسلمة، في دولة فاشية ومعروفة بالفاشية تاعها، عنصريين ومعروفين بالعنصرية تاعهم، عنصريين ومعروفين بالعنصرية تاعهم، بصح هذا هيثم راه جزائري في دولة مسلمة، راكم تقولوا مسلمين ولد البلاد وراه داخل في وسطكم، اش ذا العار عليكم يا رجال المكناس، جات داري في حماكم يا ذا الكرايم، مش عيب عليكم باش واحد ولدكم يموت في وسطكم وساكتين، ما قلناكش روح السلاح ولا روح دير الفوضى ولا كسر، لا قلنا الناس تخرج مسيرة سلمية، أين الأئمة؟ أين العلماء؟ وراهم الأساتذة وراهم الدكاترة وراهم المحامين وراهم الناس العقال الناس الكبار يخرجوا، ما قلنا لك شنو ذا سيدي عايد دولة مدنية وخرج، قلنا ما علاش قتلتوا الطفل بهذه الطريقة باش ما يزيدوش يقتلوا الناس اخرين، على الاقل باش ما يزيدوش يعاودوها باش ما يزيدوش يقتلوا ناس اخرين، هم زادوا قتلوا واحد في واد سوف، سكوتكم هو اللي قتلو، سكوتكم هو اللي قتلو، سكوتكم هو اللي قتلو، كل ما تسكتوا كل ما يزيدوكم اكثر، كل ما تسكتوا كل ما يزيدوكم اكثر. كل ما تقتلوا كل ما تسكتوا كل ما يزيدوكم اكثر. واد سوف، واد سوف خرجوا فيها يا ربي واحد 50 واحد ولا 60 واحد، وين هما تاع واد سوف؟ الناس تاع واد سوف يخرجوا كامل راهم تقتلوا في ولادنا، علاش راكم تقتلوا في ولادنا بهذه الطريقه؟ لان اليوم هذا وغدوه ولدك وغير غدوه جارك، ومن بعد جي فيك انت، ومن بعد جي في ولدك، جي في خوك، قدر تجي في اي واحد من العائله تاعك، جارك حبيبك صاحبك، فالعجيب يا اخي انك كانش ولا واحد خرج يهضر، تبسا كامله خرجوا 200 واحد زادوا قمعوهم البوليسيه ضربوا فيهم بالعصي، والشعب ساكت، شعب مذلول، شعب طحان، نهضر لكم الصراحه اغلبيه تاع الشعب طحان، رخصوا صح رخصتوا، انا العبد اللي يدير كيما هاك ما نحترمه والله ما نحترمه، ما نحترموش، انا الانسان كي يشوف الباطل والمنكر قدامه يسكت وزيد يطبس راسه ويروح للدار عادي، يروح للدار وياكل ويشرب ويرقد وغدوه صباح ينوض وكأن شيئا لم يكن، وغير غدوه زيد تصرى حاجه قدامه من هنا ومن بعد زيد تصرى حاجه من هنا وهو ساكت عادي عادي، يعرف يعيط لي في التليفون يقول لي والله قتلوها والله راه ما زادوا قتلوا واحد راهم داروا، علاش تعيط لي ليا انايا؟ انا مانيش بروكيرور مانيش موكل الدوله انايا، انا مانيش دوله ولا وكيل الدوله، نورمالمون
هل تبسه كامل يخرجوا بالنساء بالرجال بالعائلات كل الناس كل تخرج. علاش قتلتوا الطفل بهذاك الطريق؟ حتى وان كان باندي، حتى وان كان مجرم، حتى وان كان كان ما يكون. السلام عليكم. وعليكم السلام. دخلت معك في الموضوع. تما نخرجوا ياك. تما نخرجوا. تذاك النهار سبيت امين، تذاك النهار طيحت للراجل الهضره، ومن بعد فوتها لك وزدت دومونديتني وطلعتك تقول لي الفتنه، راك تقول لي راك تدير في الفتنه. درك انا نطرح لك سؤال بينك وبين روحك، خمم فيه بينك وبين روحك. البوليسيه كيروحوا يقتلوا الناس فتنه ولا مش فتنه؟ فتنه ولا مش فتنه؟ هذا ما كان. اسأل روحك الساعة. انا وليد حركي، معليش انا وليد حركي. العجيب يا اخي تبسها ومعروش وتشوف عروش وعائلات معروفين، يعني كلهم عائلات. السبب ما يهمش، السبب علاش قتلوه. سمع يعني ممكن يكون هذاك الانسان باندي مثلا، على سبيل المثال مجرم، مجرم مثلا، مجرم. علاه المجرم الشرطي لازم يقتله؟ يا اخي يديه القاضي. يا اخي كاين انتم تقولوا دولة العدل والقانون ودولة العدالة ودولة، يا اخي كاين قانون يحكموا، يديه القاضي يدبر راسه معاه. بعثوا للحبس كان بها، طلقوا كان بها، دار له بروسي كان بها. البوليس مالوش الحق يقتل الناس. درك معناتها شوف، اي انسان في الشارع راه مهدد بالقتل من طرف الشرطة. اي انسان، الطفل صغيرة كبيرة مرأة راجل، اي انسان راه مهدد ومعرض للقتل من الشرطة ومن الدارك. يحكمك يقتلك عادي جدا وما راح يديروا له والو، لان اللي قتل في الجزائر هذا قتل طفل في عمره 16 سنة، رمضان 15 ولا 16 سنة اذا تذكروه. البوليس هذاك مطلقوه، طلقوه وفيكتوه لبلاصة واحدة اخرى، برك طلقوه وفيكتوه لواحد بلاصه واحده اخرى. صحيح هذا هذاك ما يدوش الحبس البوليسي، هذاك يبقاو يخدموا به. واش معناتها؟ البوليسي هذاك اللي قتل الطفل يفيكتوه لبلاصه واحده اخرى، وممكن هو اللي قتل هذاك تاع تبسه، وممكن هو اللي قتل هذاك تاع واتسوف، ممكن يكون هو، ما نقدرش نقول لك هو 100%. ما راه عنده ملف عند المخابرات. بون يقولوا له يا تسمع الهضره يا ندخلوك الحبس. واش نسمع الهضره؟ بون روح ليه لهذيك البلاصه اقتل واحد، اي واحد اللي جاك الاوامر تقتلو قتلو صحيح. ما دام انت قتلت قتلت وراك موسخ الدوسي تاعك، راه عندك الدوسي يعني. يولي يخدمو به، يولي قتال، يولي قتال باش ما يدخلش الحبس. حرقو تحرقت تحرق بوني، شفت بون مشعلينها نورمال، مشعلينها نورمال. اما مش قالكم تبون نجيب لكم الكنادر اللي طفي الطيارة اللي طفي طفي الماء؟ قال لك ديجا رانا كومونديناهم باش يجو. هم يجو 2027 ولا 2028. اصبر لها برك، اصبروا انتم صباح، يعني صبرتوا 60 سنة مش قادر تصبروا 60 سنة أخرى؟ اصبروا برك وصاي عادي بنروح المشكلة، ما عارفين تصبروا. اللي يصبر يدخل الجنة حبيبي. يطفوا بالمازوت، مش طبيعي يطفي بالمازوت، باش حبي يطفي النار انت؟ واش انت يا مريض يعني تطفي الماء، تطفي النار بالماء؟ انت مريض في مخك انت؟ الناس ما لقاش الماء تشرب تصب الماء النار، طفي بالمازوت. دولة بترولية كاين مازوت، صب عليها المازوت وصاي باش يطفى. ايه كانوا يطفوا بالمازوت عادي، يطفوا بالمازوت باش راح يطفوا النار. هيا باش راح يطفوا النار؟ راح تقول لي بالماء؟ علاه الماء لقاو باش يشربوا حتى باش يطفيوا به النار؟ من الشراب وما لقاوهش، ما كانش. بون يا يعطيك البالا بالاندير كيما الكنادير، هي احنا عندنا البالاندير هذيك البالا يطفوا بها النار، ولا صب عليه المازوت. كل ما تتشعل اكثر كل ما يرتاحوا هما اكثر، يلا شعل عصرينها كامله وصاي. هما دابا يحرقوا كاع الشجر هذوك بما يخلص، مش كل مره تبقى تشعل شجره شجره شعل، يلا يقول لك حرق كلش وخلاص. ما عندكم الشجر ما يتحرقوا. هاي ها الزوج ولا عشرة يوصلوا الطيارات، وعلاش ما يصنعوش هما؟ انت
هما يصنعوا طيارة تمسخر بينا انت يا ابو سيتي، يا هما يصنعوا طيارة تراك تي 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 مي اللي راك تضمون في المعجزات، عصر المعجزات راه وقت الانبياء راح، تراك حاب ترجع الانبياء من جديد وعصر المعجزات تاع الانبياء من جديد. هذا يصنعوا طيران، هذا يصنعوا طيران، كان ربي حاشاك كالصوات راني نجيبهم من امبورتي، وش بيك يا راجل خاف ربي. يعني حاشاك الملابس الداخلية تاع نسانا ونتاعنا راهم يجوا من فرنسا ومن تركيا ومن الصين، يخطون هذوك الدول نمشوا عرايا، وش قاعد تهضر، يخدموا طيارة كاملة. وصل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم أخاوتنا، الحكاية هذه قلت لكم كيفاش، هذه أنا حارت لي كيفاش واتسوف مات فيها واحد، خرجوا واحد 15 20 واحد في الزنقة وعيطوا قمعوهم، وفي تبسة خرجوا 200 واحد تقريبا، 200 واحد علاش؟ بس قتلوا بنادم، هما مش هو نهار مات هذاك تاع فرنسا نائل، هما لايفات وجري اللايفات، حل اللايف، حلت لهم يهضروا في اللايفات يا خويا، حلت لهم يهضروا في اللايفات، سنخضع فرنسا، سنستعمر فرنسا، برافو عليكم يا الجاليه، هذا جزائري، حق الجزائري ما لازمش يروح، نخلفوا الثار. هاو جزائري قتلوه البوليسيه تاع الجزائر، علاش ما خرجتوش تهضروا؟ علاه ما خرجتوش تريكلاميو على خوكم، سواء تاع تبسه، سواء تاع وهران، سواء تاع الجزائر، سواء تاع واد سوف، ومازال يزيدوكم، ومازال يزيدوكم، لان راح يوصلوكم اكثر من مصر. هذا لا هاوس لينك والله ما على باليش، هاو ديرو خطينا رحم الله والديك، تم صباح انت قاعد تبعر عندي انا هنايا، جاي من جيت وانت بعر، جيت بعر عندي انا هنا، روح بعر في الزريبه، روح للزريبه، روح للزريبه، روح للزريبه، جاي عندي لهنا تزبل عندي انايا، روح للزريبه، روح ترجل وروح، داخلين عند خوتا ولا عيرة، كونترا خوتا، كوتا ولا عيرة، نهضرو سلام، نختش ديرو لهم كونتر خطة، وكتاش نديرو لهم كونتر خطة؟ احنا ما نديروش كونتر خطة، الشعب هو لازم يدير الخطة تاعو، واش راه نزيدو نخرجو في بلاصة الشعب؟ الشعب لازم يخرج، باش واحد يموت بالطريقة هذيك يقتلوه، قتل عمدي، الشرطة قتلاته قتل عمدي، باندي موش باندي، سراق موش سراق، كان في الحبس ما كانش في الحبس، يبقى بنادم إنسان قتلوه، علاش قتلوه هكذاك؟ هذا نهدرك على تعتبسة، دخلوا يضربوا فيه، ضرب ضرب بالعصا، ضرب واحد انت بالعصا ضربوا رقبته، تسمى راك حابته قتلو، كي ضربوا رقبته هنا والله هنا، تسمى راك حابته قتلو، تضربوا المسلانو، تضربوا في ظهره، تضربوا في كتافه، تضربوا في رجله، بس حبوش تضربوا في رقبته، تسمى راك معولت وقتلو، ما عندهاش حل واحد اخر، ما عندهاش حل واحد اخر. قال لي وكيفاش نديروا لهم كونتر خطه؟ ولا غير نهضروا، ما احنا ما احنا احنا غير نهضروا برك، انتوما ديروا الخط، احنا نهضروا برك، فهمت؟ تسمى كي ضرب واحد رقبته، تسمى راه حاب يقتلو، ما عندهاش حل واحد اخر، تهز عصا ضرب واحد، يا اما الكرومه هنا حاب تقتلو، قتلو. تبسه كامله شحال فيها من ساكن؟ شحال فيها السكان؟ هي نورمالمون هذاك الانسان الجزائر كامله تنوض، مش غير تبسه، الجزائر كامله تنوض، الكل راك رايحين هنا. البوليسيه مش اول مره داروا، لو كان اول مره نقولوا ها صرات اول مره، دروك يعاقبوا البوليسيه وانتهى الموضوع، بصح من قبلها قتلوا الناس ولا تاني في الجزائر، قتلوا والبوليسيه، بوليسيه اكزاكتوم، بوليسيه من قبل، واحد قتل زوج تير عليهم، بعد قال لك راهم تعداوا له على مرته، وخرجوا للذوبه بيقول لك تعداوا له على مرته، مش عارف هو خرج تير عليهم وصاي، كانوا قال قاعدين قدام الدار ويطيحوا في الهضره، خرج تيري عليهم، تسمى درك اللي يطيح الهضره نخرجوا نتيريو عليه، هو اللي كان محبوس وخرج نتيريو عليه نقتلوه، من وراها قتلوا طفل ثاني في الجي في عمره 16 سنه، وهذه الكل راكم شفتوها، من قبل قتلوه في وهران، قتلوا شباب في وهران وفي المخفر تاع الشرطه لداخل، وقال لك راه خنق روحو، من وراها تيريو على واحد واقف، كانوا واقفين قدام المركز تاع الشرطه احتجاجا على قتل هذاك الشاب، تيروا على واحد مات،
واول مره صارت وين؟ في تمرات فانتيزي واطن اللي كانت تشوفوا عليها، لما خرجوا تيراو عليه بالفيديو مصور، خلوه مرمي، خلوه مرمي ثم وراحوا. شكون؟ الشرطه. الشرطه كل ما تسكتوا كل ما زادوا يقتلوا الناس كثر، واي واحد يقتلوه يا الشعب الساكت والله غير تهزوا الذنوب تاعو معاهم. علاه؟ لان الساكت وعن الحق شيطان اخرس. اللي ساكت على المنكر يشوف المنكر والباطل ويشوف الظلم وساكت، شيطان اخرس. الساكت وعن الحق شيطان اخرس. واي حاجه ديرها الشرطه وانتم ساكتين راكم تحملوا معاهم الذنب تاعو نورمال. والله غير تهزوه معاهم، ويوم القيامه والله غير تتحاسبوا عليها. باش تبسها كامله يا رب، تبسها كامله، يخرجوا 200 واحد، 200 واحد احتجاج على قتل انسان بريء، طفل مسكين هكذا قتلوه، اب لطفله صغيره مسكينه خلاها يتمولوا بنته وسكتوا نورمال. يتمتوا له بنته عادي، ومن بعد الشعب التبسي واش خرجوا؟ 200 واحد، والباقي عادي بالنسبه لها عادي. قاتلوا بعض، ما تبرك هادو. شوف انا كاين واحد الناس كيما هكا، عباك شوف سمعت واحد الهضاير هكا نتاع هذاك يا نورمال وش مات يعني مكتوب ربي. نقول له ربي يسلط عليك ان شاء الله، ربي يشوف. يقول لك واحد من ولادك، يقول له قدام عينك ودير فيديو وتبعثوا لي تقول لي هام قتلوا لي ولدي، والله ما نهضر عليك هكا، ما نهضرش عليك لان نعتبرك كلب من الكلاب عادي جدا، لان كي ما رضيت بها لغيرك انا ثاني نرضاها لك. ما دام انت رضيت بها لغيرك انا نرضاها لك عادي. وتشوف زادوا قتلوا واحد، وتشوف لا حياة لمن تون هدي. شحال خرجوا اخوتي؟ 20 ولا 50 على حسب ما شفت الفيديو. يا ربي 20 وخارجين يديروا. ما نسحقوش حنا الناس يخرجوا يديروا الفوضى، حنا نسحقوا الناس يخرجوا يديروا احتجاج سلمي. احتجاج سلمي معناتها يخرج الشعب كامل، يخرج الشارع، نساء رجال ولاد كل خرج 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 ما تقعدش خرج خرج بالنساء بالرجال بالولاد كل خرجوا للزنقه، وخاصة قدام دار الشرع وقدام مخافر الشرطة. ثم وقف قول له قسما بالله، قول له يا طحان لو تقيس واحد من الشعب اللي قتل مواطن يطبق في شرع الله، يقتل عادي. تقتل واحد تموت، تضرب واحد تنضرب، تقعد في بلاصتك مع انه ما دخلك بلادنا وحنا ماليها. انت خدام عند الشعب كلب، وزيد ما كنتش خدامين عند الشعب، ثم خدامين عند فرنسا يا ولاد الصهاينه، يا ولاد الماسونيه السوداء، يا بني قردون، يا اوسخ وانجس خلق الله، يا شرطه العار. وصلتوا وليتوا تقتلوا في الشعب عيني عينك. امر طبق، جاتنا الاوامر، هما يقول لك السياسه، يديروا في السياسه، هذه السياسه العفنه كيسموها، كما فرنسا اللي قتلوا هذاك نهال. السياسه، تخبط في بعضها، طيح على راس الجزائريين، طيح على راس الشباب تاعنا برك، الشباب الجزائري. ايه طيح، لازم تطيح على من راح تطيح، لازم تطيح على راس الشعب الجزائري. ها لازم، كل ما لا اله الا الله. ها هادو تاع تبسا كيقمعوا. رمز يا ما خلوناش، كاش كليها هاك نهبطوا ما خلوناش. ها تاع الديري سلميه ما خلوناش. ها شتيها ما هو سلميه ما خلوناش. سلمية سلمية ما طالبنا شرعية، علاش قمعوكم؟ لأنكم خرجتوا في 40 ولا 50 ولا 200 واحد تقريبا، يعني تبسة كاملة. والبقية
مدينا سهرات وقعدت والله مع الابن بوحده، ماتوا. يا ربي يرحمه، الله مسكين يروح الجنه، اضمن له الجنه صحيح. خلاص يروح الجنه مسكين، قتلوه يروح الجنه مسكين. كان الناس مليحه، ربي يرحمه. بصح انت واش درت؟ والو، هو راح الجنه ما بالك، هذه حاجه تاع ربي ما على باليش بها. بصح انت كي ساكت على الحق، ما كلكش قلبك حتى تنوض تقول لهم شنو هذا تقتلوا في ولادنا، لان اليوم قتلوا هذاك ومن وراها زادوا قتلوا واحد في واتسوف، وكل مره يزيدوا يقتلوا. كل مره يزيدوا يقتلوا، علاه انكم ساكتين؟ انت اللي راك قاعد في بلاصتك ما درت والو، ما حاولتش حتى يعني باش تدفع البلا هذا، باش تقلل من البلا، باش تنوض تريكلامي تقول لا ما توصلوش دروك تبقاو تقتلوا في ولادنا. قاعد في بلاصتك، هذاك بالك يروح الجنه، بصح انت وين تروح؟ تروح الجنه؟ كيفاش تروح الجنه؟ ما فهمتش انا. يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابسط الامور، ابسط الامور ماكش قاعد دير فيها. بصح واش من دين نهضر معاكم نتوما؟ تعدين نتوما لا تعدين لا والو، ماكمش تعدين، صدقني باللي ماكمش تعدين. انا تستقر في راسي واحد الحاجه، شفت الشعب الجزائري والله يا خاوتي غير قريش اشرف منكم، يعني مش الكل على حاجه الاحرار حاجه الناس صلاح، اما الاغلبيه والله لا قريش اشرف منكم، عندهم وعي خير منكم. قريش قريش كفار قريش كان عندهم وعي خير منكم، عندهم وعي خير منكم، عندهم وعي فعلا خير منكم. كفار قريش ابا جهل وابا لهب وهذوك كان عندهم وعي، وعي اجتماعي خير منكم. شوف تراش فرنسا كي مات نائل هذاك، خرجوا غير الجزائريين؟ ما خرجوش الجزائريين، خرجوا لي فرونسي. لي فرونسي يا عجب يا ربي، الكور هما اللي خرجوا. علاش خرجوا الكور؟ قال احنا ما نقبلوش حاجه كيما في بلادنا، لانه عارف لو كان يسكت غدوه يزيدوا يقتلوا واحد اخر، وغير غدوه ممكن يقتلوا ولده هو. هو ما ناش على النائل، لان نائل جزائري مات، ما ناش بيسك نائل. السلام عليكم. السلام. صباح اخويا محمد لاباس. والله اخويا اسمح لي برك. حسبنا وش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا النار اللي شعلت. والله يعني هذا كنت نهضر مع يما، يعني والله غير حبه تبكي يا صاحبي. الشرا تاع الزيتون في عمرها 3 قرون 4 قرون، يجي كلب يا صاحبي يجي يحرقها هكذاك. وشنو هذه؟ حتى تقولوا لنا هذه تاع قرد زلاميط، زجاجه ضرب فيها ضربت فيها السمش، ومن بعد وحدها شعلت النار وتشعلها كاع ومام طون. هذه وشنو؟ و4 تاع الصباح الربعة تاع الصباح نورمالمون ما كانش الشمس. شعلت 4 تاع الصباح. بون راه باين شعلوها. يا ودي شي 4 تاع الصباح، راني نقول لك السيد انا عباك راني وريلي في الفيديو، كان الليل عباك نخلعت، اقسم بالله نخلعت. عباك شعلوها، عباك تجي جلب جايه الخضاريه، قال لك راهي كارثه. لا نورمال معولي عليها. ويعجبك الحال يا خويا محمد، غير كيما نط على 12 سيد عباك هبلني، عباك هبلت، عباك شغل تلاقيت مع واحد اللايف، قلت اوه قلت لي في الجزائر يا صاحبي، والله لقيتها في عباك غير كيما نط، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله يا ربي ابخي النار هذه، ان شاء الله يا ربي برك الشعب الجزائري يفيق وينوض وينتفض. انتفض يا الشعب الجزائري، والله علي العظيم ما تدومك غير بلادك. انا نقولها لك ونعاودها لك اليوم وغدوه وغدوه، قال لك عيش فانك ميت، قال لك عيش عيش اي بلد اللي حبيته في اوروبا، ما تدومك غير بلادك. يا ناس تقوم لكم، نوضوا نوضوا نوضوا، بلادكم نواره، نوضوا. والله بزاف اقسم بالله، والله غير كيما كنت نهضر مع يما عندها ميم با واحد ميم با اون سيمين، واش تقول لي يا خويا محمد؟ قالت لي والله سي دوماج، قالت لي الخبختيس راه طاب، قالت لي حبيت نروح ناكل شويه، قالت لي مي خفت تشعل النار. اقسم بالك بالله، والله في بجايه، حنا بلادنا بجايه، والله علي العظيم تقول شمتها يا صاحبي.
عندها مين باسمانة. قلت لي ولا قالتها لي بالقبيلية، قالت لي حبيت نروح ناكل الخبز البخسيس أو طاب، بس وقت البخسيس دوكا قلت لي خفت تشعل النار. والله غير قالتها لي غير هكا يا موح والله فعلا. لا بندر شوف اخويا صبرت، انا تاع انا ديجا عندي يومين تقريبا والله ثلاث ايام ما دخلتش لايف كاع، مرهق شويه نفسيا، مرهق ومتعب عندي ربي ما تبعتش. شفت باللي قالوا لي باللي نار شعلت، بصح والله ما شفت فيديوهات بزاف، شفت فيديو واحد كارثه يعني مازال ما شفتش، على بالي كارثه. مي الحاجه اللي شفتها، شفت الفيديو تاع الفيديو كيخرجوا في تبسة وتاع واتسوف، قالوا لي راهم قتلوا واحد ثاني في واتسوف. وي سي فري صح، كاينه منها خرجت درك واحد درك. شوف احنا كيما نقولوا درك قسنطينه مخلطه، فيها قبائل، فيها الشاويه، فيها العرب، فيها 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 وكبيره بزاف يعني، والناس بزاف تلقى المدن الكبار هادو يعني شغل كيما تقارب بيناتهم، غير كارتي ما يحمل كارتي، كارتي هذا ما يعرفش يعني كيما نقولوا. بصح باش توصل كيما بار اكزومبل تبسها والله كيما واتسوف، واتسوف عرايشيه عائلات يموت في وسطهم واحد، وتلقى السكيتة اللي يخرجوا غير الشباب صغار هذوك 50 وعيطوا، والباقي قاعدين في الديار. النساء والرجال كبار، رجال كبار اللي نورمالمون يخرجوا ما يخرجوش يعني والله ما انا سكت هذا، انا سكت هذا راه محيرني يا خويا محمد. مش محيرني انا مش محيرني يا اخي، محيرني واش راهم يطبعوا لهم في الماء صاحبي باش موتت القلب هذه وشنو ها الله. ايه مو تحيرني، كيفاش ما تحيرنيش؟ اسمع نحبوها ولا نكرهوها، الشعب الجزائري ماشي معروف عليه هكا، ماشي زعما نشكر في روحنا ولا، ماشي معروف عليه هكا اخويا العزيز. اخو بصح درك شوف اخويا، درك باش توصل تسمى كل مره قتلوا واحد، هذا مش اول واحد قتلوه، راه شحال من خطره يقتلوا في الناس، قتلوا الاولاد في العاصمه شباب، واخرتها واحد في العاصمه هذاك في عمره 16 سنه مسكين كان قاعد قدام الدار وداروا بيركيزيسيون في بلاصه، بون البوليسي قال لك تير قاسه موش اكسبري، هو تير عليه بلانت كور قتلو مات. البوليسي داواه ومن بعد سمعت باللي الناس يعرفوا تما قال له يمطلقوه وفيك تاور بلاصه واحده اخرى. يطلقوه هذو يا محمد، الناس هذو راهم يحوسوا عليهم، الناس اللي يقتلوا هذو راهم يحوسوا عليهم. ايه ابري درك تجي تسمع واحد من قبلها في وهران قتلوا ناس، في عنابه قتلوا ناس، في ورقلة قتلوا ناس، في تنزي واطين في تم راس قتلوا ناس، من بعد في تبسة هذا مش اول واحد، هيثم مش اول واحد، من قبلها ثاني قتلوا واحد، ومن قبلها قتلوا واحد في الحبس اللي قال لك تكسر ظهره وتخنق مات، خرج حتى وزير داخلية يقول لك تكسر ظهره وكان يلعب فوق المطرح وطاح في الارض تكسر ظهره وتخنق مات. انا اول مرة نشوف واحد مركب رقبته في ظهره، ومي سبحان الله معجزة ماشي مشكل. وزادوا ذلك قتلوا في واد سوف، السكاتة تاع الشعب معناتها راح يزيدوا قتلوا ناس اخرين، وذلك تبقى كيما هاك حتى يكسروا في الكرامة تاعكم قاع، تقولوا كيما مصر، مصر شوفوا شو راح صاري في مصر، يقتلوا في الناس والمصريين ساكتين، يقتلوا قدامه وساكت خلاص، لان خلاص تسمى شوف وصلوه الليميت اكثر من العبودية، اكثر من العبودية تسمى يشوف ويسكت، يشوف الناس يموتوا، يشوف بلاده تتدمر، يشوفهم يسرقوا، يشوفهم بصح ما يقدرش يهضر، ما يهضرش وماشي يكسر، ماشي توصل حتى يوليو يعتدلكم على اعراضكم في دياركم وما عندكش الحق تهضر، ما عندكش الحق. عباك واش راني نتفكر يا خويا محمد، نتفكر لي لايف تاع محمد العربي زيطور ناكي، قال لهم اللي يخدم ثوره نص او راك شغل شديت روحك وقتلت روحك، فات اتونسيون بالك يا ناس، نوضوا يا ناس يا ناس يا ناس، كان ما على باليش كان مليون ويشوف فيه، ولا كان قريب مليون هكذا كان يشوف فيه، يا اللي يخدم الثوره نص طفره بحال اللي قتل انسان شد روحه قتل روحه يا ناس، يحفر قبره. ايه اللي يخدم نص ثوره يحفر قبره، وبرك يحفر قبره بيدوس. بارك الله فيك يا ودي. إيه. وش عن بالك انت، الناس عبك وشنو بنيك سيلا وبنيك سيلا، وانا عندي صحابي كاع شاك عام يروحوا لثما، وشوف او بورتون شوف الليله ثما ب 700,000 800,000 الليله 600,000 الليله، لا بيريود تاع السخانه دوكا تلحق حتى 700,000 الليله، والناس قالوا قلت لهم كيفاش راكم تروحوا تكريو في بلادكم، قلت لهم غالي بزاف، قالك معليش حنا نروحوا نمد، معليش قالك بلادنا
يا صاحبي بني كسيله هذيك عبك تشوفها جنة فوق الارض يا صاحبي البحر تشوفها كيفاش الله على حكي تحت بني كسيله يا خوتي الناس واش هذي تاع واش تهضر انت بني كسيله فتاع بجايه يا اخي واش دخلني انا في بني كسيله حنا ونهضروا على الراجل اللي مات يا ولدي واش بيك انا نهضر لك على الحريق انا يا ودي الحريق على بالنا الحريق راه شاعله ما جابوكمش لي كنادر حنا نهضروا درك ما جابوش لي كنادر يا اخي كان قال لهم تاع لي كنادر ما داروا دوم ما جابوكم كنادر ما جابوكم والو قال لك جابوا انا نرحب نفهم الشعب هذا على راسي لا اله الا الله قلنا لك خرج تسر ما قلنا لك خرج هز السلاح ما قلنا لك دير حرب قلنا لكم خرجوا خروج سلمي الشعب كامل يخرج خروج سلمي بنت برجال خرجوا تنق قال يا ناس وراكم رايحين بها والله العظيم 30 مليون اذا ما كان يعني الواحد باش يريك 30 مليون جريمه 30 مليون دو دولار راحوا مدوها غير كيما لفلسطين يرحم بابك 30 مليون دو دولار تحتمدها انت لفلسطين غير كيما كنا نهضروا عليها خويا محمد وراه وراهم طياره تاع كندا قال لك واش نسمع في واحد البردوع غير كيما قال لك الطيارات تاع كندا سان برون دو طون صافي يديو الوقت باش تخدم وحده مين انت مهبول قلت لك انت هذا الانسان اللي يخدم الطياره توجور تلقاه يخدم ويدي ويدير سور كوتي غير يجي الشاري يبيع ما عليش حتى انا سيدي دير وقت بصح شحال الوقت مش 10 سنين ديجا من نهار شعلت النار درك راه ديجا عندها عامين ولا 3 سنين نورمالمون راه نخدموكم على الاقل زوج داروها بالعاني ما يتمسخروا برك وصاي الشعب مغفل راك ساكتو صاي السلام عليكم وعليكم السلام حسبنا الله ونعم الوكيل هذا واش نقدروا نقول لكم صباح الله الحمد لله صباح الخير حكي خويا العزيز محمد يحفظك خويا كيف الحال الله فيك كلاتني خويا واش راكم لاباس صباحكم لا غير ماش لاباس انا الحمد لله لاباس نعم حكي نقول له باي تعود صوفا اه وشنو غادي تعمل السيد اللي قلت له في واتساب اولا علاش خليتو دوك يهبطوني خاوتي دوك يهبطوني انا سينياليوني خلوني نهضر جوستوم حبيت نهضر على السيد اللي مات الله يرحمه نقدر نهضر معليش تفضل زيد فضلك عبابي دوك يهبطوني دوني يهبطوني دوك معنا سطعت من دوك يهبطوني اخوتي كيف على بالهم بلي على بالهم تما بلي احنا شعب بارد خلاص امي تيستيو فينا يا اخو ها امي تيستيو فينا بات سوالي هذا دخل في التاس هذا اللي يفهم عراسو شوف هي تخدم دون فاسم الى خرج الشعب السلمية امي ولي يقمعوا فيه بالرصاص يقول لك تسمى شغل عطاوه خالد جابوا لهم خالد نزار خالد جابوا لهم نزار فاهم ولا الشعب سكتهم يكسروا له الشخصيه تاعو يا هك يا هك صح حنا يا اخو بصح انت اسمح لي خويا محمد جامي طلعت معاك صافي بليز الحاكم يعرفني انا دبل كلمه انا اللي في قلبي في لساني شغل نموت وحده والخوف على انا اصلا عايش ميتك فاهم انا حي برك انا انفور اني ميت مانيش عايش فهمني انت شت انسان ميت يخاف من الموت لا ما شيء مش احنا شوف يعني اقل حاجه احنا رانا نقول مسلمين يعني اقل حاجه توصف المسلم هو النهي يعني المنكر والامر بالمعروف الانسان الفحشاء بالمنكر الفحشاء بالمنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن المنكر والامر بالمعروف والانسان اذا كان ما عندوش احساس ان انسان يموت قدامه وما يخرجش يقول لا هذا يعني راه ميت راه ميت اصلا هو يعني كالانعام بل اضل سبيلا يعني درك شوف كيتو قتلوا في وهران قتلوا في الجزائر قتلوا في عنابه قتلوا في كاليتوس كاليتوس ذكرت فيها في عمر 17 سنه مسكين ها في قتلوا في تبسه وقتلوا في واتسوف قتلوا في تمراس ومازالوا زيدوا يخطوا علاش باسك الشاب مش قاعد يهضر نهار خرجوا دركا في 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 واتسوف خرجوا الشباب خرجوا في الليل ولا يعيطوا ويطرشوا بالحجر والله ما باش واش يديروا حنا ما قلنا لكمش خرجوا طرشوا بالحجر حنا قلنا الناس الكبار العقال يعني كيما نقولوا الناس الكبار تاع المدينه بنساب الرجال الرجال فاهمين كيما نقولوا يخرجوا وقفه احتجاجيه واتسوف كامله تخرج تبسه كامله تخرج مش تخرج 200 واحد تخرج كامل تقولوا شراكم قاعدين ديروا لاولادنا
عليها راح متق... عليها قتلت مسيرت بس ما مو 48 ولاية تخرج عليها غير غلا نقولوا الأقربون يعني الأقربون الناس اللي يعني راه مات جارك يعني الأقربون أولى بالمعروف. هذا نائل جزائري اللي مات في فرنسا هو جزائري. بارك الله فيك خليني نفهم أخويا محمد بارك الله فيك أنا فهمك أنا شوف هذه اللي غادتني علاش هاد الولد اللي مات في فرنسا الله يرحمه هو ولد فرنسا ليسونسيال جزائري عنده جزائري فرنسا معليش مهم ولد فرنسا زيد هنا في فرنسا هكايا فرنسا هو ولد الجزائر وزيد في فرنسا هو جزائري بارك الله فيك معليش فهم قصدي برك باش ما نروحوش للبعد باش ما نديروش الفتنة فهمني الدنيا دنات على جالو هكا معايا اخويا العزيز فرنسا تقلبت علاش حنا يا جزائريين البردين وانا واحد من الناس نبداها من روحي والروحة نبداها مني انا واحد من الناس من الشعب البارد لهذوما البردين اللي ما كلاهمش قلبهم وما خرجوش وما هضروش وما دافعوش على خونا هذا اللي مات وما دافعوش على الطفل اللي صدموا ثاني بركيزيسيون في كاريتوس في رمضان وبوليسي تيرا وقاسو في عمر 17 سنه وطفل واحد عند يماه وقتلوه وما هضروش عليه وبزاف وخليه وروح وارواح ودي وجيب فاهمني علاش دوك هادوما هادوما كيفاش عم تستوفينا تحلبونا باللي حنايا شعب بارد فاهمني عم ديرونا عم تستوفينا بلا فايس صغار فاهمني دوك كيما انا زعما نقولوا نسربسك نباتك تشري لي اليوم وغير غدوه نطيح لك وغير غدوه نخدعك بالشقله وغير غدوه هكدا وغير غدوه هكدا حتى نجوكك فاهم حتى تولي نتايا عبيد عندي انايا هاد الدوله تستعمل معنا دولة انا نظر معك عمي كنت برت كنت الشارع انا مربي في الشارع وقاري الدنيا والحمد لله وما زلنا نقرأ ونتعلموا في الدنيا هذه هذه الدولة تمشي معنا بكود بينال هي تمشي معنا بكود تحبس أتفهم كود تحبس اللي يمشي في الحبس هي تمشي معنا به برا أتفهمني هذه الدولة هي تستفينا اليوم فلان غدوة فلتان غير غدوة فلانة علاش كيفاش بدأت بدأت بحرية التام هذه الحرية التعبير اللي يقول دولة ما الدنيا ماشي عسكرية ديه للحبس ما راه هضرت كلمه تاديه للحبس ومن بعد اي ان تي تسمى هذا الشعب بارد تسمى كنت هضرتوا الحق قدام نديناكم الحبس وهاد فيكم مخرج ما ريكلاما اي ان تي اي نبداو نلحقوا لكم العفايس واحد اخرين اي نبداو نسيو نقتلوا لكم في العباد تاعكم اي قتل فلان يزيدوا تستيوك راك فاهم دخل في التاس يشوفوك نتايا ما هضرتش تسمى انت تبارد انا ديت لك مرتك للحبس ديت لك اختك للحبس وديت لك بلد بلادك للحبس ديت لك بنت بلادك للحبس اجل دوله ما دامش عسكريه ما هضرتش اليوم انا قتلت لك فلان وفلتان وقدام من امريكا ما هضرتش تما غدوة ان شاء الله نركب لك مرتك نركب لك وليدك نسطع عمرك ندير لك نامبور دوكو عفايسي ما تقدرش تتيماجينيهم هما راهم في بالهم باللي يديرهم باسكو هما تاني كيامنوا بالماسونيه فاهم هذه الدوله تاني كيامنوا بالماسونيه ماشي دوله مسلمه باسكو قال لك من قتل نفسا بغير حق كانه قتل الناس جميعا ومن احيا نفسا كانه احيا الناس جميعا فهمني خويا العزيز هادو هما يقتلوا فينا بشويه وانا فاش غاديتني ونبدا انا موعد من روحي انا مانيش راجل وانتي الشاب ولهادو العباد اللي راهم في البلاد وراهم يكافحوا ويهضروا والرجال بور موا باسكو راني في الغربه وانا باش خرجت من بلادي خويا العزيز ما خرجتش بالساهل عندي دوفوا ايطا دو سويسيت كافحت شبعوني حبس جرجروني هبلوني دبدبو دار ومن بعد عرفت حكني 30 سنه في عمري على بالي بلي البلاد هادي كان راح نكمل فيها خلاص حيحكموا لي بالبربات ولا كونداني امور ولا سيبا انا هادي سيديت باش نهجر امام والديه هما اللي داروا لي لابريسيون باش نهجر سينو انا ما نهجرش كيما قال كامل محتم عليا هجرتك يا بلادي مي كي هجرنا ماشي اوبليجي نسكتو فهمني علاش انا حاب نفهم يا خاوتي قلبي راه معمر علاش هم يقتلوا فينا هم يعذبوا فينا شوف قتلونا حرقونا عذبونا هجرونا غرقونا درهم لنا قايتك وما زال ما فقنا وما زال ما ولينا رجال وما زال ما حبينا نولوا رجال وما زال ما حبينا نتكاكاو وما زال ما حبينا نجيبوا الاستقلال وحدين انا لو كان يجي الاستعمار نقول له واش دار فيا الاستقلال انا الاستعمار لو كان يولي نقول له واش دار فيا الاستقلال واش دار فيا الاستقلال اكثر من اللي دار فينا الاستعمار فهمني مي بصح اون فات اون فات خويا العزيز انا قلبي معمر انا نهضر كاني انا هذا كيما جات اليوم ما فيه غدوه تجي في انا هذه بلا كلمه تاعنا انا جوج ما ديالي الاخره ديسيديت نخرج من البلاد هذيك في 2020 2020 كانت كورونا نشفى لها كانت ثلاثه تاع العشيه انا باين بانسان معليش انا روبري جوستيس محروق في الحومه من هنا لهنا كاين بولس يعرفوني كاين بولس ما يعرفوا جا بوليسي ك
كلمة الأولى قال لي واش تا فلانسي قدامنا من هيك حاجة قدر ما يبتكر تاعو، قال لي شيكور أنت، قال لي رب الناس قاف ديورهم وأنت خدعني بس طيح لي بيما، راك فاهم؟ طيح لي بيما ما باش قال كيفاش قدامنا خدعته بسقلة. فوالس الآخرين يعرفوني هذاك نوفو دي باركي ما يعرفنيش، خدعته بسقلة منا يا داروا لي هذه في هذه يا بي في خفيف منا، المهم مشاو لي بوالسا على بالهم بلي هو لحقني ماشي نلحقته، خدمت عليه شهرين حبس وخرجت، أو علي عمار على باله الكود. راك فاهم مي اون فات ما عليه يا خو دوك حنا جوج كاماتنا والوقتاش نريحوا لهاد العفسه تما حنا دوك نريحوا غير نهضروا وهضره الزوج دولا ما الدنيا مشى عسكريه وبالسلميه ومنا وهما ميعذبوا فينا غير بشويه وميقتلوا فينا غير بشويه ورام دايرين صوالح اللي جامي كنت انت ماجينيهم بلي انا يا هادو صوالح يصراو لنا خويا العزيز امي صراو لنا وانا نشوفوا فيهم بعينينا. كرهونا في بلادنا، كرهونا في والدينا، كرهونا في صحابنا، كرهونا في خاوتنا، في خياتنا، في عمومنا، هادي منين؟ هادي هما ميديرونا هادي في هادي باش حنايا نكرهو بعضانا يا خو، ميديرونا قليل تفرقت يا سود يا خو. بس انا فاش غايدتني يا ما يش انا العصابة ولا غنتيري لا الشابو، ربي سبحانه قالك لا يغير القومين، لا يغير لهم بقومين حتى ما يغيرهم بفز، العصابة نتيري لا الشابو، علاش نتيري لا الشابو؟ باسكو هي عصابة هي لازمها تاكلنا باش حنا نتاكلو بيناتنا. من غايدتني ما هذا بو صباع، من يوم يقولوا عليه بو صباع، وهادو هما الخوانة ولاد الحراركة، وهادو لا مطيحين الرجال ويحبوا طايحين حب الوطن والوطنية، وطايح لك ولاد المجاهدين، وطايحين يحبوا بزاف صوالح، هما ما يحبوا والو، يحبوا غير المصالح تاعهم، ويحبوا روحتهم ويحبوا روحهم. فهمني هادو على ما يهدروش على الناس هادي لا يتموت، على ما مشي حاجه ما يهدروا على الديسباري، علاش ما مشي يهدروا على خاوتنا الحراقة اللي في اوروبا ما عايشين محتم عليهم في اوروبا، علاش ما مشي يهدروا على خاوتنا اللي راهم في الحبس، علاش ما كلاهمش قلبهم يا اخو جسمي وشنو وشنا انت؟ انا واحد من الناس انا كاباب اليوم انا يا اخي هم يقولوا لي انت ما تهبطش للبلاد وتهبط وندوك للحبس وانت درت تحريض، تسالي انا نحب الشيخ علي بالحاج، انا كابر في ليفي، انا وليد كارتي بوبيلار، نحب الشيخ علي بالحاج، كيف قلت لك نحب الشيخ علي بالحاج؟ قلت يا ما سحقهاش البلاد، عندي 33 سنة، عشت 32 سنة بلاد، اديها، أنا حي بالحاج وليد تحشات لي ليا، ما تحشاش الليجة اللي راهي طالعة هذا ما كان، راك فاهم؟ أنا ما سحقهاش، أنا عايش دوك حياتي يعني في غربة، ربي يسهل لي ويتمم لي، وإن شاء الله ماذا بيا نموت اليوم خير من غدوة، وماذا بيا لو كان اليوم أنا في بلادي واقف مع ولاد بلادي، وإن شاء الله يكونوا ولاد بلادي رجال، أنا أدبر كلمة أنا، أنا عبد الله الضعيف، توجعني الدرسان بدمت نبكي اكثر من طفله اكثر من وليه هكذا انا والو مي بصح علاش ما كوش حيبين نديروا لي تفريد ماشي معليش حنا قاقانا في الغربه وتحتمت علينا والميزيريه والفوق وما قدرناش ولا غالب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها عليها ما كسبت ولا ما اكتسبت بصح انتم راكو في البلاد زوج كاماتنو اكو تشوفوا في هاد العفايس يسراو وراكو ساكتين وفرحانين وشغل راضيين بيها وتهدر ملب يا اخو انت اللي راك في البلاد انا كل يوم نحكي مع اصحابي في البلاد مع خالتي في البلاد مع ولد حمتي في البلاد انا ولد البلاد 30 سنه عشت في البلاد ماشي قال عندي يومين انا في البلاد وعندي 40 سنه غربه علاش ما كلاكمش قلبكم يا خالتي علاش ما كنتش حابين تولوا رجال كي يقول لك ما تهدرش على الشعب واش من الشعب اللي نهضر عليه هو الشعب هذا قلبه ميت خو ما عندوش برانسيب الشعب ما عندوش شي عليه يا خو نهضر عليه باسكو انا واحد من الشعب انا وليد الشعب انا الشعب يا خو انا يا انسان انا نسال فيكم سيد ماهوش يسمع فينا كاع سيد ماهوش يسمع فينا محمد اسكون خويا هاكي السينيال لعبك السينيال دمر كاع درك ونعاود نرجع اللايف محمد ليه ما يحبونيش انا خويا على جالي حكيم تعالى بالك على جالي انا دوك يحبوني دوك شوف انا قال دوك بالخف يحبوني مي معليش 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 شكون عمي محمد اه معليش ما فينا مي محمد معليش معليش شوف خلي خلي خلينا نهضر واحد الكلام هكذا هي نورمالمو الناس الكبار الناس العقال كيما نقولوا حنا الناس شعب الناس العقال المتزوجين العائلات لي فاملي لي زوم المتزوجين كبار الأئمة المدربين الطلبه خاصه الطلبه وينهم علاه ما خرجوش في واتسوف في تبس علاه ما خرجوا علاه خلاو في واتسوف كيما هاد الحكايه هذه خلاو ولاد في الليل خرجوا في الليل جو سي با علاش خرجوا مع العشيه كيما هكذا علاه هكذا علاه واش شالوا النار هذه شالوا النار ولا واش هذه حبوا يديروا فوضى خرجوا كي قتلوا واحد في واتسوف الشباب خرجوا في الليل
وخرجوا بالمحارق هذوك ولا ما على باليش لي جو دارتيفيس هذوك ولا كيسموهم لا في دارتيفيس ولا شغل حرب شغل حرب بو حبي هذه مستحيل باش الشعب هو اللي يخرج حاجه كيما حنا حابين الشعب يخرج كيما خرج في 2019 خرج في 2020 معنا نحن متاكدين ان جناح من الاجنحه هو اللي خرجوا لكن مع ذلك الشعب عرف الطريق عرف كيفاش يخرج علاه ما خرجتوش لان لما تخرجوش غادي يزيدوا يقتلوا ناس اخرين يقتلوا شباب اخرين في ولايات اخرين يعني وراكم حابين توصلوا للبلاد وراكم حابين نتوما كي تصرا حاجه تعيطوا الجالية برا الجالية روحوا للأمم المتحدة يخلي الجالية قاعدة تخرج وتروح للأمم المتحدة يا الجالية روحوا ديروا مسيرات الجالية راها قاعدة تدير في المسيرات وقاعدة تدير في الاحتجاجات قاعدة تدير في الخدمة تاعها الجالية راها واقفة على رجل واحدة تجري من كل جهة انتوما تاع الداخل تاع الداخل خاصكم الدواء الجالية يبعثونا خاص امزادونا في السومة امزادونا نقلعوا لنا البصلة هم نحاولوا الخبزة ما عطاونش ناكلوا ما عطاونش يعني غير في الشكيل دروك الناس موتوا علاه ما راكمش تخرجوا علاه ما راكمش تخرجوا ديروا احتجاجات سلمية احنا ما السلام عليكم محمد السلام عليكم محمد محمد خويا محمد خويا انا باغي نهضر مع واحد الفئة سمعت واحد جوج دقائق ولا تفضل بغيت نهضر مع واحد الفئة باين فهمهم الناس اللي راهي الجمعة يروح يجري يلبس ديك العباية ويروح يجري تكر 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 الجامع رسول الله والأنبياء المنافقين كانوا رجال خلينا نهضر غير دقيقة لا بغيت خويا الحام الشيبانية بخاطبهم خليه يهضر احنا ما قاطعناكش كي كنت تهضر خلي هو يهضر ما تقاطعوش من فضله تفضل خونا واحد الفئة واحد الفئة بين خاطبهم قال الجمعة تروح تلبس ديك العباية وتروح تجري تكر 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 تك وربي في القرآن الأنبياء كانوا رجال قبل ما يولوا أنبياء دروك انت تعرف الجنة وتعرف النار ربي قال لك وتموت على حق تروح للجنة وانت ميت ميت انت ميت بتعيش ما نش عارف انا كيما أهل الكهف تموت دروك انا مانيش فاهم على ماكش باغي تخرج فهمني مانيش فاهم دروك على الصلاة هذيك تاعك ما تاكلش قال لك من أتى الله بقلب سليم مانيش فاهم على ماكش باغي تخرج دروك الصلاة تاعك والقرآن اللي قريته ما نقاقش من راسك مقاطعوش خويا اسمو قولك على ما حبوش يخرجوا خويا محمد شوف هاني هوتك ما تقاطعش هاني هوتك انا اللي هوتك ما هودوكش هما انت كنت تهضر كنا نسمعوا واحد ما قاطعك انا ما نحبش واحد يقاطع واحد لا انا نسمع ولا المستمع راح يستفاد انت تهضر هو يهضر هذه الدخله في بعضها هكا ما نحبش الفوضى تفضل خونا بوكيسترات تفضل انا هذه اللي ما فهمتهاش دوك ربي قال لكم كي تموت على حق راك عندي الجنه تاعي والجنه تاع ربي خير من كي غادي نفهم قريتوها في القران وتعرفوها يا ناس تموت على ظلم لا بغا مانيش عارف انا ما هاروي اليوم والله انا فشت لي استوار تاعها بكيت ما هوش تا مسلم هضروك نتوما كم تدعوا بالاسلام وتلي تلعبها الجمعه ترفد ديك الصلاه تاعك تحت باطك وتروح تجري درك هذيك الصلاه تاعك غير باطل في باطل الصلاه تاعك لما نهاتكش على الفحشاء والمنكر غيرك تشكل فهموني لا بغيتو ربي فهموني على ماكش باغي تخرجوا ما فهمتش انا الاسلام قالك عمر بن الخطاب كنا ادلاء فاعزلنا الاسلام كنا مدليل والاسلام ردنا رجال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يكون نبي كان كيشوف داك الصنم يقول له ودي وموسى عليه السلام وقف قدام فرعون وما ادراك ما فرعون ربي حطها في القران شقري حاربي ما حطهاش في القران تبون ربي ما حطهاش في القران تبون هذا تاعكم ربي ما حطهاش في القران فرعون ربي حطها في القران صاب يدير فرعون ثم مزيان ما حكش عليكم كل حق عليكم فرعون راكم دايرين سلطه ولا درتونا كونفيتير وما عرفش اش درتونا الحمد لله ما لحقش عليكم فرعون علو الشيطان تقوا الله في نفوسكم الاسلام اسلام بلا حريه ما عندك ما دير به اسلام كي جا جعل الحريه يحرك فهمتوني الاسلام كي جا جعل الحريه اسلام كي جا على باس كي تقرا الاسلام كانت الناس مستعبد ناس والرسول صلى الله عليه وسلم كي يجي وصل الرساله تاعه قالوا بلي تكونوا احرار ثم ماكش بيتوا له احرار لاعبينها لا تصلوا ولا جوا ما سعفون غير هدموهم ولا ما تروحوش تصلوا ولا مانيش عارف انا مرض انسان يموت قدامكم داوكم عرضكم داوكم ارضكم وداوكم ماكم انتم محتوين تتهضروا على حقكم ما فهمتش مانيش فاهم غير فهموني
ماكش بيت ولو رجال. ها راه اليهود هذا اليوم كتشوف الاستوار اليهود داروا مظاهرات، اليهود 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 اسرائيل اليوم دارت مظاهرات، وانتوما ياكم تدعوا بالاسلام 99% تاع الجزائريين المسلمين غادي تموت تروح للجنه. خرج خرج يا سيدي هكا بيدك تبت يدا ابي لهب، خرجوا قاعد يضربوا فيهم بالبلوك في الوجه هكا مساكين وخارجين. يا رب العالمين تعالى ماكش بيت تخرج مانيش فاهم. وانت البوليسي وانت الجدارمي وانت العسكري راك داير الكاسكيطه وتحقر في الناس، ما تخافش الله تعالى، ما تقيش الله في نفسك، ما تروحش تقي الله في نفسك وتقيس ديك الزويجه وتدخل لدارك من بيطانك خانزين كرعينك كرعيك خانزين تحقر في الناس. ها ما تقيش الله في نفسك والله غير تحاسب عليها هذا اليوم القيامه. خاطش علاش كون مشي انت البوليسي كون مشي انت الجدارمي كون مشي انت العسكري نعس في الحدود تاعش الحدود تاعش الحدود لك تعس فيها تراوة تاعنا تخرج تزعق عليا تعس التراب على غادي يدو جزائري قسموها ويدو بالتراب هكا بالكيلويات تزعق عليا ولا دوها الديناميت ويجروها للبريزيل هكا تزعقوا علينا شاك تعس وري لي شراك تعس. انا باين نفهم هاد وانتوما لاك لابس القماش راك تعس غير وري لي فهمني نعس في الحدود تاعش الحدود لك تعس فيها تراوة راهي تخرج الشعب راهي انت كي درت هاي الكومبا على الظلم وعلى الحقرة الناس راهي تموت الناس راهي تنحقر الطاره وطرا ما يروحوا تما انت مدلول انت صغيان افور ما تلعبها ليش كاع بلي زعما الوطنيه وتططي وهذيك خروطو ما عم خويا لك الكلمه خويا اسمح لي ربي يحفظك خويا يبارك فيك. العداله دير دوموند نطلعك ما نقدرش نطلعك انا كي دير دوموند نطلعك دير انت دوموند باش تطلع وانا نطلعك فهمتني انت دير كي انفيتاسيون وانا نطلعك ايوا قال لك نفهمك هاي خلي راح يفهمنا سيدي معنا باش راح يفهمنا خليه يفهمنا سيدي يطلع يفهمنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك محمد الحمد ربي على كل حال اللهم لك الحمد الحمد لله. هاي اشرح الناس اشرح نشرح لخوتي يا خوتي شوف الانسان اللي صح يعني يقول باللي رانا انا راني حر راني ندافع على الثوره الدفاع على الثوره مش هكا الدفاع على الثوره لازم التعبئه اخويا ما عندك ما راح دير ما تحبوش عليا اللي ما باغاش يخرج ربي سال عليه الثوره انت انت الناس اللي يناصروا بعضهم حنا انت باش نخلقوا الاحباط يا ولدي اصبر انت تقول تفضل تفضل اصبر الثورة هذه تقول باللي تاع الناس اللي يخرجوا وما لازمش نديروا تعبئة بصح ما نهضروش مع الناس اللي ما لازمش يخرجوا صح كيفاش نديروا احنا وقاعدين نهضروا مع الناس اللي يخرجوا باش نلموا الناس ويخرجوا ان شاء الله. ما فهمتنيش محمد شوف قول لي على واه شوف محمد الثورة بكري في وقت 54 كانوا هذول الناس اللي يكسروا يقول لهم فرنسا واك تعرف الامور راك تعرفهم محمد انت ما نهضروش على هذوك احنا شوف احنا 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 كتسمى احنا كاحرار احنا نمو من تاعنا ديما التعبئه وديما تسمى ما نكسروش وديما ما نبينوش حتى السقوط نتاعنا حتى الضعف الانسان ما يفشلش وما يبينش لان الانسان هذه راهي ثوره والثوره هذه ماهيش تاع اشخاص باش واحد يقول لك كذا وما بغاش يخرجوا كذا ومنا ما نشكوكش ما ندخلوش الشكوك وما ندخلوش الخيبه وهذه لا تكون عندنا تعبئه نتاع ثوره صح انسان مهما كان دوروا كان قالك انت 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 الجماعه ولو كنت وحدك يا خونا العداله يا خونا العداله شوف احنا ما نهضروش على الخروج شوف تاع الشعب كان يخرج تسمى مظاهرات لاسقاط النظام ودوله مدنيه احنا مش نهضروا على هذيك الحاجه احنا نهضروا على واحد الظاهره هذه ان الشرطه ولات تقتل في الشباب قتلوا اولاد في العاصمه ومن قبلها قتلوا ناس في وهران ومن قبلها قتلوا واحد في عنابه ومن بعد قتلوا ناس في ورقله ومن بعد قتلوا شباب كذلك في تبسه ومش اول مره راه مش حال مره قتلوا ثلاث مرات على ما اظن ومن بعد البارح ولا اول البارح في واد سوف راهم يقتلوا في الناس الشباب حنا رانا نهضروا مع كيما نقولوا الناس تاع واد سوف الناس تاع واد سوف حنا ما قلنا لهمش خرجوا عيطوا دوله مدنيه هذاك الخروج تاع الشعب والكفار هذاك تاعنا راهم يشتوا يخرجوا حنا نهضروا مع الناس تاع واد سوف ولا الناس تاع تبسه كيفاش تشوف انسان قدامك يقتل ظلما بطريقه غير قانونيه وبطريقه تعسفيه يقتلوا الشباب وانت ساكت واش هو السبب اللي خ...
خليك تسكت على حاجتي معك. هذا هو الحاجة اللي رانا نتناقشوا فيها، فهمتني؟ يعني الإنسان شوف محمد، شوف الإنسان كيكون مسلم عنده شوية قطرة إسلام ودين في قلبه، ها كيشوف المنكر يقول اللهم إن هذا منكر، يقول لا، وكيشوف حاجة مليحة مليحة يقول بارك الله، يقول الذي أحسن أحسنت والذي أساء أسأت، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ودرك أنا يا كنشوف باللي في واتسوف خلاو غير الشباب الصغار خرجوا كنشوف الحجر في الليل باش يديروا الفوضى. أنا كنت نظن باللي الناس تاع واتسوف عرايشية عروس وعائلات، أنهم منظمين يخرجوا عائلات ناس كبار واعيين، الطلاب الأئمة المدرسين شيوخ كبار يخرجوا كامل قدام دار تاع القضاء العدالة، ويخرجوا قدام مخابر الشرطة ويقولوا واش راكم ديروا، راكم تقتلوا في ولادنا، بيجا راكم قتلتوا واحد في تبسة، قتلتوا الناس في وهران، قتلتوا راكم تقتلونا في ولادنا، علاه لازم توقفوا حاجة كيما هاك. أنا كنت متمني أن الجزائر كمان تخرج على حاجة كيما هاك، لأن الأمر يعني الناس الكل، كنت متمني حاجة كيما هاك. هذا هو اللي قاعدين نهضروا عليه حنا خويا، فهمت خونا العدالة؟ تفضل. تفضل العدالة، راكم تسمعوا فيا خاوتي. حكيم تسمع مين؟ دازوش كلمات وانا عبط عني محمد. تفضل تفضل، انا نسمع فيك طربي انا. ربي يحفظك. انا كان نسمع فيك عمي محمد، انا ما نعرفش نهضر عمي محمد لا غالب. معليش تعرف تهضر عادي. معليش خاطر انا كلامي يدي التهلوكة، سي فور سما تهضر بزاف. لا ما كاينش التهلوكة، هضر وانا تهلوكة، ما كانش تهلوكة. شوف المهم ما يديش لجهنم، تهلوكة رانا في التهلوكة. محمد معليش انا كي قلت لي انا عبطتك ما شابتك صافي بليزير. معليش شوف خويا انا مدبي واحد يكون صالح. اسمح لي خويا انا ما هبطتكش بس كنت كلام كي دير. انا بالي فهمتك كلامك. ربي يحفظك ربي يحفظك. شوف انا في بابا احنا عندنا كيما يقول لك هكا، واحد يهضر الباقي يسمعوا باش نفهموا بعضنا. واحد يهضر وانت تهضر. محمد انا نحق كي كنت ساكتين ما قد نتمنى. ها تفضل. انا حبيت باش نكمل الميساج تاعي ونهبط عمي محمد باسكو قلبي راه معمر. انا واحد من الناس عندي عام غربة ما دابيا جوج كامات راني في بلادي مانيش في الغربة حاجة الاولى. والحاجة اللي رغيتني يا امي محمد انا قلتها لك وما كملت كلامي. انا ما يشغلتني من الدولة باسكو بالي بلي الدولة دي قتالة، الدولة هادي تيروريست، الدولة هادي نهار قتلت بوضياف على المباشر كأنها قتلت قاشب جزائري على المباشر. الدولة هادي مادام هجرت بلادها من بلاد هجرت ولادها من بلادها، الدولة هادي ماشي يمانا مرت بابانا، الدولة هادي مادام ضحت بولاد زواولا في التسعينات ما عايش دولة تاعنا. انا والله ما يغيدتني من الدولة باسكو الدولة هي جاية هكذا فاهم، هاد ولاد فرنسا ماشي ولادنا، ماشي ولاد المجاهدين، ماشي والدينا، هادو ما مرت بابانا. انا غادتني من الشعب هذا اللي قلت حياة البون وتحيا شنقريحة والبلاد مليحة واسمها صافية والدنيا هانية والبط يعوم وقدام منا، وحنا نعيشين في لاميزار وعايشين في الفوق وعايشين. خلينا كنا نقولوا بكري الفوق والميزيرية ومنايا ونعلبوها. معليش قالك الرسول عليه الصلاة والسلام وعاش في الفوق. دوكا فاش غايتني غايتني من هذا بصبع تانيك اللي راه يشوف دوكا هكذا الدولة تاعو تقتل في الشعب تاعو وهو يزيد كوراجي فيها ويزيد يقول لك تحية البون وتحية شنقريحة وتحية الجيش وتحية الدولة. الجيش تحية الجيش الجيش، اما شكون الجيش؟ الجيش انا وانت وهذا حنا الجيش. شوف كاين جيش بالكومبا هكذا وكاين جيش سيفيل. انا جيش سيفيل، انا غدوة من الغدوة اخويا العزيز شو ما يصرى في البلاد في بلادي بعيد الشر شو ما قدر الله بالك ما نقولكش انا دبلا من كلمة انا مي كاين رجال خافة. معليش قول زعما حنا نبانو وكدايا يقول كادو ما كان والو دو تيك توك مي كاين رجال خافة اللي ما يبانوش اسمهم رجال خافة تلقاهم في الصفوف الاولى فهمني ما يبانوش حتى ميدان تلقاه جيش سيفيل خويا العزيز على جال بلادو يقطع راسو على جال بلادو يقطع يدو رجلو جو سي با. انا دبلا من كلمة تانية انا واحد من الناس انا كاب على جال بلادي ماشي غير يا خو نقطع راسي ونطير يدي. انا كاب على جال بلادي يقولوا لي دي هشام دير حزام ناسف وروح ادخل من خرج مني على جال بلادي نقدر ندير نابور دو كوا يا خو بلادي
جدي دار كلش على جال بلادي، انا نقدر ندير اكثر من اللي دار جدي باسكو الدم يجبد. معليش لا علينا، احنا ما نهضروش هكذا يا اخو. انا غيتني مش شاب هذا اللي قلبه مات، مش شاب البارد هدايا اللي راه يزيد عليه. يا اخو اتق الله في نفسك، واذا كان عندك ضمير مع روحك قبل ما ترقد خمم شويه مع روحك يا اخو، خمم شويه مع روحك. قول انا اش راني نقول تحيه تبون، اش راني نقول تحيه الدوله، اش راني نقول تحيه الجيش. الجيش خلينا الجيش خط احمر، الجيش حنا هما الجيش، الجيش ولاد الشعب ولاد الزواوله، تحيه الجيش. علاش قلت تحيه شنقريحه وتحيه الجينيرو والقايد وتبون والسيبانا؟ علاه يا اخو؟ علاه ماكش تقول تحيه الزواوله؟ علاه ماكش تقول تحيه ولادنا اللي راهم ديسباري؟ على ما تقولش تحيه ولا خاوتنا اللي راهم في الحبس تاع تونس وليبيا ومروك وسوريا؟ على ما تقولش خاوتنا اللي راهم يتجرجروا في الغربه ولادنا؟ على ما تخموش فينا؟ علاش تختوما ايغوغيست تخموا غير في رواحتكم والمصالح تاعكم والشخصيه تاعكم؟ وبورتو نتوما ما عندكم حتى مصالح وما عندكم حتى شخصيه، نتوما عندكم والو. لو كانت الدوله هذه اللي تعطي لكم مقابل مادام كنت نقول معليش، انتم والو. لا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي. نتوما تزيدوا عليها باطل، شغل نتوما راكم تزيدوا سعيده البحر. علاش انا ما تولوش رجال كيما خاوتكم رجال؟ ماناش نقولوا احنا رجال، احنا شرا ربي قدرنا باش نكونوا رجال. رجله عندها ناس وعندها ماليها، ميما انا نهضروا وموا انا نقولوا كلمه الحق وموا ماناش نزيدوا عليها وما ماناش نصفقوا للباطل. فاهم انا هذو كلمه انا يا اخي. انت قلتوا لي مزيان انا ما ندخلش للبلاد، ما نحوش عليها البلاد. مي بصح الحياه اللي عشتها انا ما دابي ولاد بلادي ما يعيشوهاش، وخاوتي الصغار اللي راهم طالعين من البلاد ما يعيشوهاش، والجينيراسيون اللي جايه ما تعيشهاش. انا ماني طامع والو من البلاد، انا راني طامع بلادنا تتسقم، وراني طامع يا اخو ولاد بلادي هادو ما الجينيراسيون 13 سنه 14 سنه 15 سنه وراهم جايين وكذا ما يزيدوش يسمعوا ماميدو، ما يتكيفوا الزطله، ما ياكلوش الكاشيات، يصحاو يولوا لعقلهم، يبراو يولوا يقراو، يخموا في المصالح تاعهم، يدي موندي على خدمه، يدي موندي على سكنه، يدي موندي على زوجه، يتبع دين ربي، يتبع كلام ربي. وصلت الرساله، ربي يحفظك خويا، وصلت الرساله. خونا مراد ايطالي دير دوموند وانا نطلعك. هاد شوف في تيك توك كاين واحد زوج بوبيات، واحده زرقاء واحده حمراء، تكل تما ودير اوكي. كي تطلع لي النوتيفيكاسيون نقدر نطلعك معايا. انا ثاني غير تعلمتها برك. الا عندك ميل ابوني، الا عندك ميل ابوني تقدر تطلع، الا ما عندكش ميل ابوني راك ما تقدرش تطلع. هو بزاف نقولوا لي كيما هكا. امي محمد انا نهبط كلامك، ربي يعطيك صافي بليزي كي طلعت لي معاك، ربي يعيشك يا خويا صافي بليزي. حاكم خويا ويعرفني ونعرفه خونا صافي بليز طلعت معنا، برك نزيد نلحق ميساج هذه اللي قالت لي اروح للجزائر ونخرجوا جميعا. اختي العزيزه انا في الجزائر نقول هذه ونهبط عميمك الله يهديك. ما تمنى عميموح باش ما نخليش في قلبي مش نموت بالقنطة، انا في الجزائر نموت بالقنطة. عميموح والله غير بلوكيتا، انا في الجزائر كلام كبير. عميموح انا من الله ما خرجت بالساهل من الجزائر، ما يعرفوني كاع في تيك توك. اول خطا طلعت معك عميموح عندي دو فوا ايطا دو سويسيد في البلاد، وحده دابح روحي ما دوماش ما تفتحليش كاميرا باش نوريها لك. مور رقبتي حتى لوجهي، دوزيام فوا جيت نحرق روحي بليسونس، تروازيام فوا تشوف الحمي تاعي كاع كونتر الدوله وكاع فوق البلديه وخليها خليها. انايا كي شفت في البلاد هذيك باللي احنا نقتل روحي بلا مقابل ديسيديت نهجر. والديا هما اللي قالوا لي روح يا هشام ما تريحش لهنا. اختي العزيزه انا باش نجي ويسجنوني ونعيش في حبس نو، نعيش هنا وريح نتالب فيكم حتى وين تخلص الدنيا، حتى وين ربي يطير لي عمري وتظهر روحتي عند ربي باش لتما نسكت. اما لا منا وريح غير نهضر سكاره فيكم. نحبكم كاع الاحرار، عمي حاكم رجاله، ربي ينصركم وربي ينصر الحلق وربي ينصر الاسلام والمسلمين، والسلام عليكم. صحيت خويا، واسمح لي عمي ما ديرونجمو معني الله يحفظك. حاكم تاع بالي خويا تعرفني، اقول عمي ما فاهمو كيفاش نخمم انا برك عمي حاكم. الله يحفظك الله في روحك، اسمح لي عمي معني اسمح خويا تهلا في روحك برك ربي يحفظك. نعم تعرف فينا ربي، السلام عليكم. اش اللي قال لك افلان الجيريا فريزون اسلامي؟ لازم لازم الشعب الجزائري فوكي، لازم يفطن يفوكي صغيفاي يا صاحبي. جوسكا كون راح نريحوا هكذايا ما 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 تاع تخطي راسي، هذه سي با ان سوليسيون، ماشي حل.
لازم 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 نخمو كيما انت كيما انا نخاف عليك انت تخاف عليا الاخر يخاف على الاخر. يا ناس راح نبرديو بلادنا يا صاحبي، راح الاستعمار راح يولي استعمار راح يولي اون فيزيك دوك، ولا عاد تما راهو دو لوان راهو من البعيد راهو يتحكم فيك، راه بيانتو راح يكون في دارك. والله عالي العظيم غير راني نشم فيه يا خوتي، والله غير راني نشم وراني نشم في الاستعمار راهو داخل بلادنا والله. نورمال راه عندنا راه في البلاد نقولها لك. او مع مادة عبك الزيارات هذه الزيارات هذه تاع لاشين والروس ومقاطر وتركيا الافوا يا خوتي ما تبشرش بالخير، والله ما تبشر بالخير يا خوتي. انت كيفاش تفضل جيش تبتيمو لخوتنا اللي راهم غالطين، يقول لك اودي الجيش تاعنا الجيش اللي ما اللي يشوف شعبه محقور ويشوف الثروات تخرج ما هو جيش. انا نهضرها ديريكت والله الله عجل نكون غالط في كلامي. لا ماكش غلط خويا، عندك عندك الحق باسكو. عندك الحق باسكو كاسكيطه كاسكيطه كومشي الجندي ما يستغل داك الجنرال، كل جنود كاع قيسوا كاسكيطه يدخلوا لديارهم باش غادي يجيبوا روبويات من الشناوه ولا من امريكا. حنا نبداوها من العسكريين من الجندي باسكو علاش الجندي هو سبابنا، كومشي جندي الشعب هذاك ما راهش قاسي باسكو علاش البلاد بلا شعب. اصبر الجندي 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 راه مغلوب على امره اكثر منك، الجنود يعني كيما نقول لك راهم محقورين اكثر منك انت. الماكله ماهوش لاحق عليها مسكين، الماكله ماهوش لاحق عليها، راه ما راه كيما يقول لك هما ثاني راهم في استعمار. واش راح يقدر يدير لك الجندي درك على كيما راك تقول بار اكزومبل درك انا نعطيك طريفا مول الجندي هذا واش راح يقدر يدير لك مثلا على سبيل المثال اعطني انا درك قول لي واش راح يقدر يدير لك هذا الجندي. الجندي هو اصلا راه مستعمر اللقمه مش قاصيطه محمد يقص كاسكيطه يدخل لهم فاسيد سهل. انا اسمح سهله ياو نعرف ناس بزاف داروا دوسي تاع استقاله هما شرطه ما قبلوا لهمش ما قبلوا لهمش صدق ولا تصدق هاك اخويا موحه ايه رفض لهم قال لهم ما نقبلكش ما كانش تخدم عليه باش دخلت عندهم واحد الحاله تاع استقالات ما تقدرش تخيلها في وسط الشرطه وضح. لكن خلاص ولا يقول لك ما نقبلوش الدوسي قال ما نقبلوش ما مدير استقاله يقول لك ما نقبلكش تخدم وسط اما الجنود جنود جنود هذوك اللي يدوا عامين روح شوف شحال الناس راهم هاربين من الجيش هاربين كاين بزاف اللي هاربين وكاين اللي لا غالب كاين اللي لا غالب الداول راح مجند تاع عامين واش راح يقدر يدير لك هذاك من بعد يكمل العامين هذاك يطلقوه يقول لي كيما انت ثاني مسكين يدور في الزنق برك وصاي. اما دوك تاع 15 سنه و20 سنه روح شوف الملفات الزرقاء دوك تاع كما يسموها تاع 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 المرض كلهم مقدمين امراض نفسيه باش يخرجوا ما يخلوهمش يخرجوا. راه شوف الجنود راه معتقلين اكثر من الشعب فكرين عليهم الكازيرنات اكثر من الشعب كانوا في ايام ما كان الحراك يخرج كانوا يخرجوا في الحراك بعد سكروا عليهم الكازيرنات حتى صلاه الجمعه ما يخليهمش يصلوها فهمتني ما يشكون لك من واحد واحد هي درك شوف الحل راه في يد الشعب. الشعب هو اللي يقدر يحرر هذيك البلاد ما كاينش واحد اخر. هو الحل تحرير الجزائر في يد الشعب ما كاين حتى واحد اخر يكذب عليك اللي يقول لك يكذب عليك اللي يقول لك امريكا تحرك ولا الجيش ولا راح يحرك ولا الدارك ولا الشرطه. الشعب اذا خرج الشعب كامل بالسلميه وما يرجعش للدار يحاصر كل المؤسسات الامنيه يحاصرها محاصره اللي يعرفوه بوليسي في دارو ما يخلوش يخرج من دارو يقول له قعد تما ما تخرج ما تروحش باش كومبا ما ولا قعد يخي غير روحوا لديارهم تعرف بلي بوليسي خلاص الشعب شوف كيف يدور عليك ولا تقعد تما تقعد تما ما تخرج ما كان لا خدمه اليوم لا ولا قعد احنا نديروا الامن. شعب شعب كان يخرج بال 20 مليون عمره ما صرات حاجه عمرها ما صرات خبشه كاس ما تكسرش البانديه وتابوا الرب هذوك السراقين ولا ما يسرقوش اللي نحسوا باللي كاين حريه راح تتغير البلاد. قالوا الحل راه في يد الشعب، الشعب هو اللي قادر يحرر هذيك البلاد وان شاء الله ربي يخرج الشعب وصاي ان شاء الله يا ربي والله ان شاء الله. عندي دوك شغل سامحوني يعني اعتذر لازم درك نحبس اللايف. ربي اوكي داكور تاعكم معايا وربي يبارك فيكم. السلام عليكم وين الملتقى ان شاء الله. صحيت داكور حبابي الله يعزكم نتمنى لكم امسيه سعيده والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام صحيت خويا محمد السلام عليكم. استغفر الله العظيم يا ربي.